أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، لا زلنا نتواصل ولا زالت الانطلاقات تتواصل، شوط يتلوه شوط وفئة تتلوها أخرى، مسيرة تحدي إثارة ومتعة منذ الانطلاقة الشوط الأول وحتى هذا الشوط التاسع. على البركة أيها الأخوة الكرام، هذا الشوط يحمل لنا اسم حليات أصائل لأبناء القبائل، الكشف يتضمن على الكثير والكثير اسماء العملاقة، بعيني المجردة أرى من على قرب هذه الشعارات التي أتت من ميادين الدولة ومن شتى ميادين مجلس التعاون الخليج العربي مباشرة أيها الأخوة مع الصدارة الأولى، مباشرة مع المركز الأول هنالك الذهبية والذهب مرتفع، عامر بن حمد بن عطشان المنصوري، وفي المركز الثاني ما شاء الله هنالك وصول أيضا من مشغلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث هنالك الشاهنية سيف بن عيض بن هلال المزروعي على المركز الآن الثالث، وفي المركز الرابع أيها الأخوة هنالك الشاهنية خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، وقوة وإثارة أيضا من الأسماء القادمة بكل قوة ما شاء الله، هنالك وصول أيضا من قبل الظبي، خلفان بن علي الرفيسة يتصل مع المركز الآن الخامس، وفي المركز السادس، المركز السادس وصول أيضا من الجهة الأخرى، هنالك جبار محمد بن سالم بن حماد الدرعي وصول أيضا من قبل اللي هي الشاهنية، عبد الله بن محمد بن محيروم أو حشيم بن محيروم المحرمي مع المركز الآن الخامس، المركز السادس، المركز السادس أيها الأخوة هنالك نصيب محمد بالويع العامري تصل مع المركز الآن السادس، المركز السابع الوصول من بن علي بن حير الدرعي، ولكن هنالك وصول من وبر سعيد بن خويدم العامري، وفي المركز التاسع أيها الأخوة الكرام وهذه التاسعة هنالك المركز العاشر، المركز العاشر الوصول من تحمل لنا هذا الرقم المميز 49 هنالك الشهني كردوس بن محمد بن سالم العامري مع المركز العاشر، 10 أسماء و2500 متر قطعناهن، 2500 متر ما تبقى من عمر هذا الشوط ومن عمر هذه المسيرة، المركز الأول لا زالت الأمور، لا زالت الأمور منذ الانطلاقة ما شاء الله يا ذهيبة، هذه هي ذهيبة أيها الأخوة على مقدمة هذا الشوط، على هذه السيطرة الواضحة، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الأول، المركز الثاني هنالك أيضا مشغلة، هذه هي مشغلة مع المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الثاني الآن، المركز الثالث أيها الأخوة الكرام هنالك الشاهنية سعيد بن علي بن حير الدرعي مع المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنالك شعار ينتقل من مركز إلى مركز يشكل خطورة على الأرقام المتقدمة في هذه اللحظات ما شاء الله، هنا الشاهنية كردوس بن محمد بن سالم العامري مع المركز الرابع انتقلت إلى الثالث، المركز الخامس هنالك الشهنية خادم بن عبد الله بن خادم، ولكن هنالك ايضا وصول وقوة ايضا من قبل وبرة سعيد بن خويدم العامري، وهنالك شواهيد محمد بن سالمين المنصوري ما شاء الله مضمرها متابع تحركاتها من اول هذه الانطلاق ما يبنى لها طاري، والان تنضم تبحث عن نقطة متميزة ونقطة ثانية في هذا الصباح، بينما هنالك الوصول ايضا من عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، وكذلك وصول ايضا من قبل نصيبة محمد بالويع العامري ما شاء الله، يا هذه الاسماء الكبيرة، هذه الاسماء الرنانة، هذه الاسماء التي لها تاريخ يتحدث، هنالك وصول ايضا وقوة من قبل الظبي سيف بن احمد المزروعي، وكذلك الشعارات المتميزة التي يعود مع المقدمة وتحدثنا عنها عندما تنضم ضمن الاسماء المتقدمة، هنالك المركز الاول الذهب الذهب الذهب، الله يا المنصوري اهنيك الحقيقة على هذه القيادة على هذه السيطرة، 1200 ما تبقى من عمر هذا الشوط، 1200 يا اخوان، والذهبة على زالة على الصدارة، الذهبة لعامر بن حمد بن عفص
رقصان المنصوري، الامور ما بين الاول والثاني لا زالت كما كانت منذ الانطلاقه. المركز الثاني ايها الاخوه الكرام هنالك مشغل، لا اعرف هل هي ايضا بنت مشغل من قبل هملول او هنالك حب لاسم مشغل. المشغله على المركز الثاني التي شغلت الافكار والانظار في هذه اللحظات وانتقلت الى المقدمه. الله 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 الله، تبحث ايضا عن السوبر هاتريك، تبحث عن نقطه الرابعه في هذا الصباح المميز. الله، سعيد بن مطر الرميثي على المركز الاول، هنالك الخطر، الخطر ايضا القادم بكل قوه من قبل الشاهينيه. كردوس بن محمد بن سالم العامري على المركز الثاني، المركز الثالث هنالك الشاهنية، سعيد بن علي بن بحير الدرعي المركز الرابع، ايضا هنالك وبرة، سعيد بن خويدم العامري. الله 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 الله، هنالك مشغلة وهنالك الشاهنية، كردوس بن محمد بن سالم العامري وهنالك مشغلة، سعيد بن مطر الرميثي، الناموس وين؟ السلامات وين؟ الله الله يا الشاهنية، المارك الشاهنية، السلالة الشاهنية، يبدو انها انطلقت الى الهدف، انطلقت الى الناموس، انطلقت الى التحدي. ما شاء الله، غادرت بالسلامات، خلاص احملها المسؤوليه الشاهنيه. كردوس بن محمد بن سالم، التهنئه الكبيره لابوك ابو محمد على هذا الفوز المستحق. هذه لحظات الشاهنيه وكعوائد المارك الشاهنيه، كعوائد الدماء الشاهنيه، هذه هي الشاهنيه. ما شاء الله، الشاهنيه 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 غادرت بالسلامات. سلام وتحيه واحترام، سلام لك على هذا الفوز المستحق. هذه هي لحظات الوصول، كردوس بن محمد بن سالم العامري المركز الثاني، هنالك الوصول من سعيد بن مطر الرميثي المركز الرابع، الثالث هنالك الشاهنيه سعيد بن علي بوحير المركز الرابع ايها الاخوه، الشاهنيه لسيف بن سعيد بن علي الشامسي المركز الخامس، المركز الخامس وبره لسعيد بن خويدم العامري. هكذا ايها الاخوه الكرام، هكذا التحدي ما بين الشاهنيه ومشغله، وراينا الشاهنيه كردوس بن محمد بن سالم العامري. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الاعاده المتميزه من مخرجنا المبدع دائما وابدا، لحظات الانطلاقه ولحظات الاعاده والتوقيت الزمني الذي رافقها في هذه الرحله التي وفقت باذن الخالق ثم بجهود مالكها ومضمريها ومتابعيها ايضا الذين يتابعون احداثها عبر الشاشه اول باول. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات التسلل، هذه لحظات الفوز، هذه لحظات السعاده، توقيتها الزمني من الرحله هي 5000 متر، حيث قطعتها في توقيت زمني يبدو ان رائع، التوقيت في خطر بالفعل، توقيت ما شاء الله الافضل في هذا الصباح، 7 دقائق و48 ثانية، وأيضا ثاني جزئين من الثانية، 7 دقائق 48 وجزئين من الثانية. هذه المفاجأة الثانية والتهنية الثانية لك يا مالك الشاهنية كردوس بن محمد بن سالم العامري. المركز الثاني، المركز الثاني ولحظات مشغلة التي أيضا بالفعل قدمت عرض ممتاز، تشكر عليه، 7 دقائق 50 ثانية، وفاء وتماما التهنية أيضا لسعيد بن مطر بن محمد رميثي المركز الثالث. هنالك ايضا الدرعي قدم عرض ممتاز اشكر عليه، الا وهي الشاهنيه سعيد بن علي بن حير الدرعي، توقيتها الزمني 7 دقائق 51 ثانية و3 أجزاء من الثانيه. تنتهي الجولة المميزة وهذا الشوط الرائع والأروع الحقيقة حتى هذه اللحظات. الآن تنتقل كلمتي إلى أحد الزملاء في عربة النقل.